بسم الله الرحمن الرحيم. طيب اليوم احنا ان شاء الله حنتعلم على موضوع المجر القياسات. يعني في عندي مثلا هنا خط مستقيم بدي اعمل عملية قياس له. هاي في عندي مثلا خط مستقيم وخط اخر بدي اخذ عملية قياس، مش كتابة ابعاد، بدي اخذ قياسات. الان في عندي هنا بطلع في قائمة الهم الاساسية في اخرها من اليمين بلاقي في عندي مجر قياسات. أول خيار في المجر اللي هو distance، measure the distance between two points or along polyline، يعني بيقيس لي المسافة ما بين نقطتين أو خط polyline. بختار distance. distance بقول لي specify first point، عرف لي النقطة الأولى، بقول له هاي النقطة الأولى. بقول لي specify second point، وفي عندي خيار multiple points. لو أنا في عندي أكثر من نقطة للخط متواصلة عشان أقيسها بضغط على ملتيبل لاين. الان ما نضغطش، احنا نختار الخيار البسيط الديفولت اللي هو النقطه الاولى والنقطه الثانيه. بلاقي عندي هان سبيسيفاي سكند بوينت اور ملتيبل بوينتس، بقول لي ديستانس بتساوي 19 فاصل كذا، انجل ان اكس واي، اعطاني الزاويه في مستوى اكس واي بلان 180 اللي هو زاويه الخط هاي في مستوى اكس واي 180، انجل فروم اكس واي بلان يساوي 0. طبعا الخط على البلان نفسه، يعني فيش زاوية ما بين الخط وما بين مستوى اكس واي البلان، يعني الزاوية صفر. والديستانس دلتا اكس دلتا واي دلتا زد، اعطاني احداثيات اللي هو الاكس والواي والزد بالنسبة لنقطة البداية والنهاية. لو كان في عندي خط متواصل مثلا، مقطع بهذه الصورة، وبقول له انا ديستانس، بناخذ النقطة الأولى بقول له multiple points، هاي النقطة الثانية، هاي الثالثة، الرابعة، وبمشي مع النقاط. بعد ما خلص بضغط انتر، هاي جاب لي distance 33.8، طبعا بمشي مع النقاط وبقيس لي اياهن ورا بعض. كمان مرة نقيس مرة ثانية measure distance، هاي النقطة الأولى، ونقول له multiple points، هاي النقطة الثانية. بطلع هان بلاقي كتب لي ديستانس 5.7، وبضل مستمر معي النقطة الثانية، هاي بيقول لي ديستانس 11، يعني بقيس لي كل مسافة لحال وبعدين بجمع معها اللي بعدها. هاي المسافة صارت 11، باخذ النقطة الثالثة، هاي بيقول لي المسافة صارت 15، باخذ اللي بعدها، بيقول لي المسافة صارت 21، باخذ اللي بعدها، بيقول لي المسافة 23، بجمع تراكمي 29، بيجي عند النقطة الأخيرة 33. بيعطيني قياسات تراكمية لهذا الخط. هاي بالنسبة لموضوع الديستانس، ميجر ديستانس، هاي نقطة وهاي النقطة الثانية بنقيسها، او بمالتيبل نختار اللي هو النقطة الثانية ديستانس، هاي النقطة الاولى النقطة الثانية، وبنضل ماشيين، عفوا ميجر ديستانس هاي النقطة الاولى، وبنضغط على مالتيبل بوينتس وبنتحرك للنقاط كلها، وبسجل لي كل مرة تحت بطلع على المؤشر بلاقيه بضيف لي القياسات. هاي بالنسبة للنقطة. طيب الآن لو أنا بدي أقيس مساحة، هاي في عندي شكل وهي عندي شكل عبارة عن خطوط، قطعة أرض على سبيل المثال محددة بمجموعة خطوط، هاي مجر، عفوا احنا نخلي المساحة لبعدين شوية. ناخذ الخيار الثاني radius. radius اخذناه في الابعاد اللي هو قياس الابعاد، لكن هنا بيعطيني كتابة فقط قياس، هنا بيعطيني اضافة، يعني هذا الخيار بيفرق انه بضيف الابعاد بيرسمها ياخذ قياسها وبضيفها، لكن هذا الخيار بيعطيني قياس فقط. لو عندي دائرة او قوس ثلاث نقاط، لو جينا قلنا مجر radius، مسكنا الدائرة هاي على طول كتب لي radius بيساوي 4.762، وقال لي الديامتر بيساوي 9 فاصل كذا. لو أخذت كمان مرة المجر radius لهذا القوس بسجل لي radius بيساوي 14.22، الديامتر بيساوي 28.44. لو بدي تفاصيل أكثر بضغط على F2 بيفتح لي الشاشة، وموجود فيها هاي المجر الأوبشن للسيركل، هاي عندي طلع 4.7، ديامتر 9.5، وهي الاوبشن للارك اللي هو طلعت عندي الراديوس 14.22 والديامتر 28 فاصل كذا كذا.
الاف 2 بضغط الاف 2 بيفتح لي شاشه البيضه، بوسع لي كوماند لاين هذا السطر، بوسع لي اياه بيجيب لي الجمل اللي فاتت. لو بدي احرك بالماوس بجيب كل البيانات، بتحرك للاعلى بجيب كل البيانات اللي موجوده في الملف من اول ما فتحت الملف، كل شيء مساحات قياسات رسم كل شيء مريت عنه بيجيب لي اللي هو العبارات اللي مرت معي من خلال الكوماند لاين. اف 2 بنزلها واف 2 برفعها وبنزلها بشوفها. من ضمن القياسات ايضا في عندي الانجل، والانجل اخذناها من هذه القائمه انجل اللي هي اضافه الكتابه، يعني بيقيس للزاويه بيكتب وبثبت، لكن هذا الخيار فقط بيقيس الزاويه. لو انا بدي اتاكد من زاويه معينه بقرب عليها باخذ البجر انجل، بمسك الجزء الاول والجزء الثاني بكتب لي الانجل 90، كمان مره مجر نمسك الخط الاول الخط الثاني بكتب لي الانجل 48. اذا هذا الكتابه راحت بضغط على اف 2 بشوف عندي هي الانجل 48 الانجل 90 اللي قبلها، هاي المساحات اللي قبلها بتحرك بالماوس بجيب الاول والاخر اف 2 برجع بصغر الشاشه. خلصنا في القياسات ديستانس والراديوس والانجل. ضل عندي الاريا والفوليوم، هذه مهمه جدا، يعني المجر هو للاريا والفوليوم اللي هو المساحات والحجوم. نيجي الان بدنا نتعرف على قياس المساحات. انا في عندي قطعه ارض بهذه الطريقه او بهذا الشكل، بدي اعرف مساحتها، بروح على ميجر بختار الاريا. الاريا في منها خيارات اوبجكت اد اريا سبتراكت اريا اكزيت، يعني في عندي ثلاث خيارات اني انا بدي اقيس مساحه. ممكن تكون اوبجكت بولي لاين يعني كتله واحده بمسكها مره واحده هلقيت حنشوف، او اد اريا بدي اجمع مساحات، في عندي قطع اراضي بدي انا اصير امر عليها والجهاز يجمعها مع بعضها البعض، او بدي اعمل سبتراكت طرح مساحه من مساحه، حلقيت حنجرب كل الخيارات هذه، او بدي استمر في الرساله الاساسيه بقول لي سبيسيفاي فيرست كورنر يعني عرف الزاويه، بقرب بقول له هاي نقطه بدايه الارض، هاي النقطه الثانيه وبمشي. بلاحظ انه بيعطيني تضليل، هاي النقطة الثالثة، بمشي مع مساحة الأرض، هاي النقطة الرابعة، هاي النقطة الخامسة، وبرجع هاي النقطة السادسة، وبرجع النقطة السابعة، وبرجع لنقطة البداية، وبضغط إنتر، يعني انتهيت من القياسات. بيعطيني الأريا تساوي 546، البراميتر يساوي 97، أي بيعطيني المساحة وبيعطيني المحيط، المساحة والمحيط. لو هذه الرسالة بدي أرجع لها بضغط F2 بشوف عندي هنا الأريا تساوي 546 والبراميتر اللي هو المحيط يساوي 97. F2 بسكر الشاشة. طيب لو في عندي هذا الشكل نأخذ أريا ميجر أريا، هاي نقطة تنتين ثلاثة، خلصنا بضغط Enter بقول لي المساحة تساوي 85. كمان مرة ميجر اريا ناخذ هاي نقطة تنتين ثلاثة هاي أربعة، خلصنا المساحة تساوي 206. هاي بالنسبة لقياس المساحات. طيب الآن لو أنا في عندي هذه المساحة، هذه مساحة دائرة وهذه مساحة أشكال، بدي أخصم هذه الأشكال من الدائرة، أو في عندي هذه الأشكال اتصور انه هذه الاشكال عباره عن وحدات سكنيه او مباني، وبدي انا طبعا وحدات مختلفه بدي انا اجمع مساحاتها. اول شيء بختار الاريا ميجر اريا، في عندي اوبجكت اد سبتراكت، في عندي عمليه جمع بدي اجمع 1 2 3 4، بقول له اد اريا يعني عمليه تجميع مساحات. الان هذه ممكن اختار 1 2 3 4 واقول له انتر، اجي 1 2 3 4 واقول له انتر، هي قال لي المساحة الأولانية، اضغط اف 2 قال لي المساحة الأولانية 206، جمع الثانية صارت 206 زائد المساحة الثانية صارت 413. اتبع على الشاشة كمان مرة اشوف هنا على الشاشة اريا
نقول له add area، وهي بالنقاط 1 2 3 4، خلصنا. بقول لي الاريا 206، كمل. هاي 1 2 3 4، طبعا الوحدات قد بعضها، انتر. بقول لي الاريا 206، وصارت المساحة التوتال اريا، المساحة الكلية 413. نكمل الثالثة 1 2 3 4، انتر. بقول لي المساحة 206 والتوتال صار 620. 1 2 3، نكمل. 1 2 3 4، انتر. بقول لي مساحتها 206 والاجمالي صار 827. طب لو كانت المساحات مختلفة، خلينا نغير. على سبيل المثال نحرك الاشكال هاي برا ونجمعها مع بعضها البعض. نقول اريا ميجر اريا، نقول له اد، وهذه دائرة ما بنفعش معها النقاط. في عندي خيار الاوبجكت، اوبجكت يعني كتلة او كيان او انتيتي. بضغط على الاوبجكت بقول له هاي اول واحد، بضغط انتر بقول له اوبجكت هاي الثاني، مسكه، سجل المساحة الاولانية والمساحة الثانية. بضغط انتر اوبجكت، بمسك الثالث هاي تسجل، هاي بسجل لي 148، صارت المساحة 5446. بضغط انتر اوبجكت، بجيب اللي بعده، بضغط انتر اوبجكت، بجيب اللي بعده. هاي جمعت المساحات كلها، بضغط انتر انتر، بطلع من الامر. بدي ارجع للخيارات F2 بشوف المساحات. المساحة الاولى 148، المساحة التراكمية صارت 5446. نرجع من بداية المساحات عند add mode مجر، اول مساحة 5200 مساحة، بعديها جينا ضفنا المساحة الثانية صارت 5096، صارت 5297، بعديها اضفنا 96 صارت 5297، بعديها بدأت المساحة تتجمع بشكل تراكمي. كمان مرة نعيد الخيار مجر اريا، ونقول له add، وبنقول له اوبجكت، بنمسك الاول، المساحه 5201 والتوتال 5201، بنضغط انتر، بنقول له في كمان اوبجكت بدنا نضيفه، هاي المساحه 5297، لانه الشكل الصغير هذا مساحته 96، واللي كان في البدايه هذا الشكل 5201، فصار 5297. نضغط انتر ونقول له كمان اوبجكت، نيجي لهذا، هذا الشكل مساحته 204 زائد 5297 صارت 5501. كمان مرة انتر اوبجكت، بنضيف عليه هذا الخيار، وانتر بنضيف عليه هذا الشكل، هيك بيعطيني التوتال 5834، بطلع من الخيار. طيب الان لو انا بدي اعمل عملية طرح، بدي اعتبر هذه قطعة ارض، وهذه اللي باللون الثاني نختار لون ثاني، هذه مباني، بدي احسب المساحة الفاضية. يعني هذه قطعة ارض مساحتها 5 دولمات مثلا، في مبنى 2 3 4، بدي اخصمهم من المساحة الكلية واعرف المساحة المتبقية من هذه الارض. بنروح على المجر اريا، بنقول له سبتراكت، سبتراكت طرح، بعدين اوبجكت، نمسك الاول، عفوا اول شيء بنضيف الاد اريا، بنقول له اد اريا، بعدين بنقول له subtract object، نمسك الاول انتر، object نمسك الثاني انتر، object نمسك الثالث انتر، object نمسك الرابع object، نمسك الشكل الاخير. بنلاحظ انه بيطرح لي اياهن من بعضهن البعض. كمان مره مجر اريا، add area object، نمسك الشكل الاول تحدد باللون الاخضر، بضغط انتر، بقول له subtract، لأمنا نطرح object هاي الاول، بمسك الاول هاي تحول باللون الاحمر، انتر هاي object الثاني، object الثالث، object الرابع. في كل مرة بيطرح لي المساحة وبتبقى عندي
الإجمالي. نضغط F2 نشوف المساحة 184 انطرحت من الأساسي صارت 4900، طبعا كانت المساحة 5200. المساحة اللي بعدها 96 نزلت ل 5104، انطرحت المسافة اللي بعدها نزلت ل 4920، انطرحت منها 184 نزلت ل 4920، انطرحت منها 204 نزلت ل 4715، انطرح 204 نزلت ل 4715، انطرح منها 184 نزلت ل 4567، وصارت عندي اللي هي المساحة التوتال 4567. هذه هي المساحة المتبقية بعد طرح القيم. كمان مرة نطبق الخيار Area، نقول له Add Area والنوع Object، نمسك الشكل الأول بتحدد بالأخضر، بنضغط Enter، بنقول له بدنا نطرح Subtract ونطرح إيش Object 1 2 3 4، بقول له Object هاي الأول تحول بالأحمر، بضغط Enter بقول له هاي Object الثاني، بضغط Enter بقول له Object الثالث، Enter هاي Object الرابع، وبضغط Enter بخلص من الأمر وبطلع على F2 بشوف تقرير مفصل للمساحات من البداية مع النهاية. الآن لو في عندي أنا بركة مي مثلا نعتبرها بشكل دائري أو خزان، وهذا الخزان بدي أقيس له أنا الأريا المساحة، بقول له Object، بمسك الخزان بقول لي مساحته 534. طب لو أنا بدي أقيس الحجم لهذه الأسطوانة عبارة عن برميل، بروح على المجر بقول له فوليوم اللي هي معناها الحجم، بضغط على الفوليوم وبقول له هنا Object، نمسك الدائرة بقول لي الدائرة هذه قديش بدك الارتفاع تبعها، قديش العمق، بقول له 10 مثلا، هاي بسجل لي الفوليوم 5344، يعني هو بيأخذ مساحتها بطلب مني الارتفاع تبعها قديش البعد الثالث عشان يعطيني الساعة تبعتها. لو عندي مثلا بركة مي على سبيل المثال، نرسم بركة مية عبارة عن تقاطع دوائر، هاي دائرة وهي دائرة، نعمل مجموعة دوائر بدنا نأخذ، تمام، نغير اللون أصفر. الآن هذه الجزئيات اللي في الداخل أنا بدي أخذها، بروح بعمل باوندري، بروح على قائمة الهاتش في عندي باوندري اللي حكينا فيها لو بدي أعمل بركة مي أنا أو لو بدي أحدد قطعة أرض مساحية أحولها لأوبجكت، بضغط على الباوندري تجيني شاشة صغيرة بقول لي باوندري كرييشن، بدي يخلق لنا أو ينشئ لنا باوندري بيك بوينت، نحط نقطة في مساحة مغلقة تحول، بيعمل عملية مسح وبيمشي مع الخطوط وبيرسم لي شكل جديد، بضغط انتر صار عندي شكل جديد، بعمل له موف وبسحبه في الخارج، هذا تحول لأوبجكت. الآن لو بدي أقيس مساحته الأريا مباشرة بقول له أوبجكت وبمسك الشكل، انقاست مساحته. على سبيل المثال هذه بركة مي بدي أقيس لها الحجم، باخذ فوليوم بقول له أوبجكت، بنمسك الشكل بقول لي ميجر سبيسيفاي هايت الارتفاع، قديش البركة نازلة أو طالعة، بقول له 3 متر، بقول لي الفوليوم اللي هو الحجم 3540. لو في عندي أنا قطعة أرض، قطعة الأرض معروفة أبعادها، قمنا حفرناها بالكباش أو بالجرافة، بدنا نعرف كمية الرمل اللي حتطلع، بروح على الميجر فوليوم بقول له هذه أوبجكت قطعة الأرض، بمسكها كلها حددها، بقول لي قديش نزلت، بنقول له مثلا 1.5 متر نزلنا، بقول لي كمية الرمل أو الفوليوم 4176 متر مكعب كوب. بستطيع أحدد السعة الكباسيتي اللي هو الفوليوم إذا كان في خزانات مية أو كان في برك أو كان في أشكال هولمية زي هذه الأشكال، أشكال منحنية، من خلال إني أحولها لباوندري وأعملها أوبجكت.